الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوة الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان، ولا تدري شمالي عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذه الختمة في ميزان حسنات من قرأها، اللهم اغفر لمن قرأ هذه الختمة، اللهم اغفر لمن قرأ هذه الختمة ولوالديه، اللهم اغفر لمن قرأ هذه الختمة ولمن استمع إليها. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك،
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره، وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا بهم من أهل البر والإحسان، ولا تجعلنا بهم من أهل العقوق والعصيان. اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم ارزق فقيرهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم ارزق فقيرهم. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم ألطفوا بنا فالطف بهم، اللهم إنهم رحمونا فارحمهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين،
وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. جزاكم الله خير.